نهار رمضان شربت قليلا من الماء نافيا، هل علي شيء أو قضاء؟ من شرب نافيا أو أكل نافيا فلا شيء عليه وصيامه صحيح. الحمد لله في قوله صلى الله عليه وسلم: من نسي فأكل أو شرب أو صائم فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه. ولقوله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله تعالى: قد فعل. ولقوله صلى الله عليه وسلم: عفي لأمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.